خليت انادي واطرق الباب بسيف، خليت انادي واطرق الباب بسيف. عيو يا بابي هالك لا يفتحوني، عيو يا بابي هالك لا يفتحوني. والله لفتح للي واقف ورا الباب، والله لفتح للي واقف ورا الباب، والله لفتح للي واقف ورا الباب، والله لفتح للي واقف ورا الباب. السلام عليكم، شو مشاعرك عند التخبط؟ والله شعور رهيب صراحة، يعني تعب 4 سنين بتلخص نص ساعة بالمناقشة. هو أكيد يعني كلنا مبسوطين، فرحة أصدقائنا هذا الفصل وفرحتنا احنا الفصل الجاي الحمد لله رب العالمين. شعر لا توصف يعني بوجود الأهل والأصدقاء والشباب الطيبة كلها، وخلص خلصنا من الجامعة إن شاء الله خير. راح أصايب أو بصبحة كتير مبسوطة، ويمكن أكثر حدا مبسوط بالحياة هلا أنا. والله مشاعر قوية جدا وفرحة قوية جدا. صراحة مشاعر لا توصف وفرحة عارمة جدا. بس أول شيء أنها بردان، هذا اللي شاعر فيه. ثاني شيء الفرحة لا توصف، والله لا يحرمها لحدا. والله فرحان ومش فرحان. بصراحة مشاعر لا توصف خاصة بوجود الأهل، يعني بصراحة المشاعر رائعة جدا. هو شعور جميل يعني، والواحد يعني تعب والحمد لله لقى نتيجة تعب إن شاء الله. صراحة الفرحة مش طبيعية يعني لا توصف، وشعور حلو لا يقارن بشيء. مشاعر عن جد ما بتكون وصف، احلى شيء كانت الزفه. الحمد لله رب العالمين، ربنا تممنا اليوم على خير، ناقشنا الصبح وربنا يسر الامور، وكان يعني زي ما بدنا واحسن الحمد لله. والله فرحه لا توصف يعني بعد التعب والسهر والجهد. والله هي مشاعر بصراحه يعني هي فرح اختلط الحزن. يعني كويس مليح. أكثر مادة جبت فيها علامة؟ والله أكثر مادة جبت علامة هي الإشارات عشوائية الحمد لله 88. EM2 89 أو في مشكلات معاصرة أذكر 92 أو 93. Engineering Economy. جزء سيركت 1 86. EM1 والباور 1. كهرباء ديجيتال إلكترونيكس. 95. Signals. 92. ديجيتال إلكترونيكس. أتوقع إلكترونيكس 1 أتوقع بالثمانينات. بالتسعين ما قربت عليها. 56 بالإلكترونيكس. هي جبت فيها علامة وقضت علي، جبت في الإيام 92 وبعديها بلش السيركت 1. كم؟ عندي دكتور نضال جبت فيها 86. ديجيتال إلكترونيكس ضروري. 89. أكثر ما جبت فيها علامة شركة 2 عند المهندس عادل شوكل. ديجيتال إلكترونيكس 49.5 وناجح. العلامة 99 سي بلس بلس، في كمان نفس العلامة 99 برضو إنجليزي 112. يو كان سي ذات. مواد قسم يعني تتراوح بين 90 و 80 وهكذا. تربية نحل. مواد القسم بدك؟ تربية نحل. السلام عليكم. أود في هذا اليوم العظيم أن أبارك الدفعة العظيمة 2010، فمن أعماق القلب مبارك تخرجكم وعقبال المناصب العالية بإذن الله.